اللي حصل يا جماعة النهاردة في كفر الشيخ حاجة زعلتنا جدا وزعلت كل الناس، حاجة غريبة ما كانش حد يتخيلها. للناس اللي متعرفش خلينا اقول لكم خلاصة الموضوع وايه اللي حصل في كفر الشيخ. ست ماشية هي وابنها صغير ماشية في حالها ملهاش علاقة بأي حاجة، طلع عليهم واحد قول عليه بقى شمام، قول عليه حرامي، قول عليه زي ما انت عايز تقول، قرر ان هو يسرق منها كردان ذهب. مش بس سرق الكردان ومشى وسابها في حالها، لا ده كمان قرر ان هو ينهي حياتها هي وابنها اللي ما لهمش علاقة بيه من الاساس وما يعرفهوش اصلا. الناس مستغربة طب هو ليه عمل كده؟ اكيد يعني انا مستغرب، كل الناس مستغربة، كل الناس زعلانة في كفر الشيخ، كل الناس متضايقة. اللي بعت لي الكلام ده على فكرة واحد من كفر الشيخ، ودي حقيقة الموضوع علشان في ناس بتنزل اخبار مش حقيقية على النت. دي حقيقة الموضوع ودي خلاصة الموضوع. الشخص ده مش عاوزين نسكت، مش عاوزين نتهاون. الموضوع بدأ يكبر عن حده، الناس بدأت يعني ليه واحد يعمل كده ملهوش علاقة بواحدة أصلا. أنا مش عامل الفيديو ده ولا عشان لايكات ولا عشان اشتراكات ولا أي حاجة، أنا عامل الفيديو ده علشان مبدئيا ندلها بالرحمة، تاني حاجة ما ينفعش نسكت على حاجة زي كده نهائي.